أما بعد عباد الله، وأمام ما يواجهه المسلم من صعاب وآلام وتحديات وابتلاءات، فإنه يستحضر دائما الواجب الدائم إزاء ذلك كله، الواجب الدائم إزاء ذلك كله الثبات على الحق. ولا بد أن يستحضر دائما ما هو هذا الحق الذي يجب أن يثبت عليه، وأن يستحضر دائما وسائل الثبات على الحق، وكيف يتحقق هذا الثبات ومفهوم هذا الثبات. ولعلنا ونحن نقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع المدرسة الأعظم، مدرسة النبوة، مع المدرسة التي خرجت أعظم جيل عرفه التاريخ، مدرسة النبوة في أصحابه صلى الله عليه وسلم، نجد هذه النماذج العظيمة وما أكثرها التي تلقي بظلالها فينا فتشع نورا وتكون سببا في ثبات المؤمن وإقدام المؤمن وتضحيات المؤمن وصبر المؤمن على كل ما يمكن أن يواجهه من ابتلاء، مهما عظمت الخطوب ومهما كثرت التحديات ومهما كثر إلقاءات أعداء الله وشبهات أعداء الله. عندما نقف مع هذا النموذج العظيم أنس بن النضر، ويحدثنا عن ذلك أنس بن مالك كما ورد في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، فيقول أنس بن مالك: غاب عمي أنس بن النضر عن مشهد بدر، فكان في ذلك له أثر في نفسه كبير. غاب عمي أنس بن النضر عن مشهد بدر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد غبت عن أول قتال للمشركين، ولئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ما هذه الكلمة الخطيرة العظيمة؟ يتحدث بهذه اللغة الإيمانية الواثقة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقطع عهدا جازما مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم: ليرين الله ما أصنع. وكان يوم أحد، وانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أنس بن النضر مستحضرا هذا العهد العظيم الذي قطعه على نفسه: ليرين الله ما أصنع. فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى أصحابه الذين انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى المشركين، فهو يبرأ من المشركين. وهنا يستقبله سعد بن معاذ، وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان شعارهم الذي رفعوه: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ذلك ليفت في عضد المؤمنين، ولم يكن ذلك سببا في أن يتخاذلوا أو أن يتراجعوا أو أن يستسلموا أو أن يغيروا أو أن يضعفوا، بل ليكون ذلك سببا في شد عزيمة المؤمنين وشد أزرهم واشتداد إقدامهم في سبيل الله. فرفعوا هذا الشعار: فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مرة أخرى يستذكر أنس بن النضر هذا العهد العظيم مع الله سبحانه وتعالى، فيقول لسعد بن معاذ: يا سعد ورب النضر الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد. يحدثنا بعد ذلك سعد بن معاذ ويقول: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أصنع ما صنع. ما هو الشهادة أنه صنع ما صنع؟
يقول أنس بن مالك: فوجدنا في جسده 84 طعنة من رمح أو ضربة من سيف أو رمية من سهم، وإنه قد مثل به حتى لم تعرفه إلا أخته بعلامة في بنانه. كذلك يقول سعد بن معاذ: فكنا نرى أنه فيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واليوم تشتد الخطوب على المسلمين، وتشتد إلقاءات أعداء الله، وتشتد الشبهات، ويشتد التشكيك، ويظهر ما يظهر من قوة الكفر وأهله، أو يظهر ما يظهر من قوة الفساد والظلم والطغيان وأهله، ويظهر ما يظهر من تسلط الظلمة والقتلة إلى غير ذلك من هذه المظاهر المادية المتغطرسة المنحرفة عن منهج الله سبحانه. من لم يكن تحقق بالإيمان الحق والثبات الحق وزرع في قلبه هذا المفهوم العظيم من الإيمان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لربما البعض يضعف، لربما البعض يتنازل، لربما البعض يغير، لربما البعض يتخاذل، لربما البعض يتأخذه الشكوك في قلبه يمنة ويسرى. أنحن على الحق؟ لو كنا على الحق لماذا يحدث ما يحدث؟ أمام ذلك كله ربما يبيع الإنسان نفسه إذا لم يكن الإيمان قد عمر قلبه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن هذه القضية الكبرى اليوم، كيف نستحضر دائما ما يكون سببا في ثباتنا على الحق، فلا أغير ولا أبدل ولا أنافق ولا أتنازل ولا أتضعضع ولا أتشكك في شيء من الحق، ولا أنحرف عن شيء من هذا الحق، ولا أحرف شيئا من دين الله أو شرع الله أو أحكام الله مهما كلف الأمر إن ضعفت عن بعض العمل في نفسي، ولكنه لا يضعف قلبي أبدا عن التشبث بهذا الحق مهما كلف الأمر، ولا يضعف عقلي عن التمسك بهذه التصورات الصحيحة التي يجب أن أتمسك بها مهما كلف الأمر. كيف نثبت على الحق؟ لا شك أنه عندما يعمر الإيمان القلب، وعندما يفقه الإنسان حقائق سنن الله في الكون، وعندما يفقه الإنسان سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكم تحملوا من مشاق وتبعات وابتلاءات عظيمة وهم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، وعندما يفهم طبيعة الحياة وحقيقة الحياة وما قيمة الحياة، عندما يفهم ذلك كله فيعيش مع كتاب الله وسيرة الأنبياء وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، عندئذ يستطيع أن يتشبث بالحق بعد أن يتعرف على هذا الحق. اليوم مضى مثلا على أمتنا في احتلال جزء من فلسطين أو كل فلسطين أكثر من 65 سنة، يراوديننا منذ عشرات السنين أن يقنعونا أن هذه الأرض ليست للأمة المسلمة، يراودوننا ليقنعوننا أن القدس شراكة بيننا وبين اليهود أو بني صهيون، يراودوننا تارة بالقهر وتارة بالقتل وتارة بالتهجير وتارة بالحصار وتارة بالتشويه والافتراء إلى غير ذلك والإغراءات أيضا، لكي نعترف لهؤلاء الغاصبين في حق لهم أي حق على هذه الأرض المقدسة. هنا يظهر معنى ثبات المؤمن على الحق، وهنا معنى يظهر مظهرا عظيما، كيف أن أهلنا في هذه الأرض المقدسة يأبون أن يعترفوا لهذا الغاصب بشبر واحد مهما كلف الأمر. قد يضعف البعض،
قد ينحرف البعض، قد يتنازل البعض، قد يتأخر البعض، قد يضعف البعض عن بعض العمل، لكن لا يمكن أن ينحرف في تصوراته ولا يمكن أن ينحرف في فكره. كم يحاولون منذ عشرات السنين أن يشوهوا فكرة الإسلام، أو أن يشوهوا فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، أو أن يختلقوا لنا من الأحداث ومن الهيئات ومن المنظمات من يقدم لك صورة مشوهة خطيرة سوداء مظلمة عن هذا الإسلام، لكي يقنعوك أن هذا الإسلام لا يمكن أن يكون دين الله ولا يمكن أن يطبق، وأنه عليك أن تتنازل أيها المسلم عن فكرة تطبيق الإسلام وفكرة تطبيق حدود شرع الله سبحانه وتعالى، كما ترون تارة من خلال محاصرة المصلحين أو قتلهم أو ظلمهم، وتارة من خلال تشويه هذا الدين وتقديم صور بائسة خطيرة باسم الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصلة بطبيعة الحال، يحاولون من خلال ذلك كله. ولكن المؤمن يثبت على الحق، ولكن المؤمن لا يمكن أن ينحاز إلى الظالم أبدا مهما كلف الأمر، ولكن المؤمن لا يمكن أن يتنازل في لحظة من اللحظات. يعيننا على ذلك كله أن نفهم حقائق القرآن وسنن الله في هذا القرآن وسنن الله في هذه الحياة وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عندما نجد لماذا يضرب الله لنا هذا المثل أن نوح عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم لا يؤمن معه إلا قليل؟ إذن هو لا يصارع الناس لأجل دنيا، ولا يصارع الناس لأجل مصالح ومكاسب لا سياسية ولا غير سياسية ولا دنيوية ولا مادية. هنا يجدد المسلم هدفه وغايته في الحياة ورسالته في الحياة، وعندئذ يمضي في حمل هذه الرسالة غير متردد وغير مبال وغير مرتفت إلى كل المرجفين وإلى كل الإرجافات. هو يريد الله، هو يحمل رسالة عظيمة، يريد من خلال هذه الرسالة أن يحقق حقيقة العبودية الخالصة لله، يريد أن يحقق حقيقة التوحيد الخالص لله، يريد أن يحقق حقيقة الإصلاح المطلق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يريد أن يحقق رسالة الحق ورسالة العدل ورسالة الإنسانية في مرضات الله ولأجله وليرضى الله عنا. فهو لا يلتفت إلى دنيا، ولا يصارع أحدا على دنيا، ولا يصارع أحدا على مكسب، ولا يصارع أحدا على حكم، ولا يمكن أن تكون قضية الحكم والسياسة لذاتها هدفا أو غاية للمؤمن، وقد تكون في يوم من الأيام وسيلة من الوسائل. قد تكون. ها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من منهم أقام حكما؟ داود أو سليمان أو يوسف أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن معظم الأنبياء لم يكن هذا شأنهم، ومع ذلك هم المنتصرون، ومع ذلك هم الثابتون، ومع ذلك هم الحاملون للحق. فمقياس الحق ومقياس النصر ومقياس الثبات ومقياس الإرادة ومقياس الخير لا يمكن أن يكون أبدا من خلال تسلط المتسلطين وجبروت المتجبرين، ولا يمكن أن يكون من خلال نظرة ضيقة في مجال من مجالات الحياة كمجال الحكم أو السياسة. فالقضية أعظم من ذلك، رسالتك أيها المؤمن أعظم من ذلك، رسالة الإيمان ورسالة الأنبياء ورسالة الحق ورسالة الخير ورسالة الحق ورسالة العدل. فتنظر كيف صبر هؤلاء الأنبياء، وكيف حملوا هذه الرسالة العظيمة، وكيف تحملوا في سبيل ذلك السنوات الطوال، حتى يقال إنه مضى في يوسف عليه الصلاة والسلام في ابتلاءاته أكثر من 20 سنة، وحتى يقال إن بين دعوة موسى عليه الصلاة والسلام واستجابة الله له في إهلاك فرعون أكثر من 40 سنة. فما بدلوا وما غيروا، وهذا قدوتنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، كل حياته ابتلاء، وكل حياته صبر، وكل حياته مصابرة، وكل حياته جهاد. من هنا يتوقف المؤمن مع نفسه
أمام إلقاءات العدو، أمام شبهات العدو، أمام ظلم العدو، أمام ظلم الفاسدين، أمام ظلم الظالمين، أمام كل هذا الجبروت المادي. وقطعا فإن هذا الجبروت ليس مقياسا حقيقيا للنصر ولا للخير ولا للدلالة على الحق. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فما قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ أمام ذلك كله، ما هو واجب المسلم إذن؟ أولا العمل والصبر. العمل يجتهد في العمل ما استطاع بما يرضي الله، والصبر على ذلك عندما يقول سبحانه وتعالى مبينا ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا. استعينوا، إذن ثمة عمل، وثمة جهد، وثمة بذل، وثمة عطاء، ولكنه جهد عظيم وعطاء عظيم يحتاج إلى صبر عظيم. يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الخطوة الأولى في منهج المسلم، أن يبحث عن العمل الذي يرضي الله سبحانه، وأن يصبر ويصابر على ذلك. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم هو لا يمكن أن يقع في يأس أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم هو لا يمكن أن يخدع بقوة عدو أو ظالم أو متجبر، ولا يمكن أن يخدع بتمكن من تمكن من الفاسدين والظالمين مهما طال الزمن ومهما اشتد الكرب والخطب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم هو بعد ذلك لا يغير ولا يبدل، ليكون ممن قيل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فعندما يتحقق المسلم بهذا المنهج يفهم رسالته أولا، ليقوم بحق هذه الرسالة، فهي رسالة الحق، وهي رسالة التوحيد، وهي رسالة العبودية لله سبحانه، وهي رسالة العدل، وهي رسالة الحرية، وهي رسالة الكرامة، وهي رسالة الإنسانية أيضا. فهو يحمل هذه الرسالة مهما كلف الأمر، لكن أيضا يحملها بالحق، ويتبع الأساليب الحق التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فهو لا يمكن أن ينازع أهل الدنيا على دنياهم، ولا يمكن أن يخاصم الآخرين من أجل مناصب أو مصالح دنيوية مهما كلف الأمر. وما الحكم في هذا الصدد؟ وما السياسة في هذا الصدد؟ إلا ميدان من هذه الميادين لها ضوابطها، التي إذا باشرها المسلم يباشرها بالحق وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا منهج المسلم فهم رسالته وفهم منهجه في هذه الحياة، ثم العمل فوق بما يرضي الله سبحانه، ثم الصبر على ذلك، ثم لا يأس، ثم لا انخداع، ثم لا تبديل ولا تغيير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.